أهلا وسهلا فيكم. اليوم نهار السبت 6 أبريل، شو في تطورات جديدة لكافة الأبراج؟ أكيد اليوم القمر ببرج الحوت، فتلقائيا الأبراج المائية هن يلي محظوظين، السرطان والعقرب وبرج الثور وبرج كمان الترابية، الأبراج الترابية برج الجدي. من ناحية تانية بحب ذكر أنه ما تنسوا تعملوا لي متابعة على الصفحة وتحبوا تحطوا تعليقاتكم والاشتراك بالقناة. مواليد برج الحمل، يعني بدي أطلب منك بهذا النهار تكون شوي هيك رايق، تبتعد عن المشاكل وتهدي الأمور بينك وبين كل محيطك. البدايات الجديدة تمنع، يمكن عندك خبرية ما تسر لك قلبك بهذا النهار، وعدم تفاهم مع الآخرين. أما مواليد برج الثور، أنت من الأبراج اللي بدك تنشط اجتماعيا، واستقبالات، توديع، مناسبات، لقاءات، اتصالات، وما شاء الله عليك كيف أنت مزهزه بهذا النهار. في صحتك اليوم بتكون منيحة، علاقاتك بتكون كافة رائعة، في تفكير بالسفر، تحقيق أماني ورغبات، وكمان بقول لك انه في خبريه حلوه بتخص عملك. اما مواليد برج الجوزاء، انتم الابراج اكيد السعيده، ببعض الامور الماليه ممكن تتلقى خبر بخص عمل، خبر بخص امنيه معينه ناطره من فتره بخصوص عملك، بخصوص يمكن ترقيتك، فهول الامور كلها بدها تطالك. كمان بدي اقول لك مولود برج الجوزاء انه صحيح العيون عليك، بدي اياك تحسن علاقاتك، ويمكن يكون عندك نقاشات مع الزوج بامور عده، بدكم تناقشوا مواضيع بتخص عملكم، بتخص حياتكم الشخصيه، نقاشاتكم مع خي او اخت كبيره. بس انا بقول ما في شيء سيء احبائي، بس الامور لازم تاخذ حدها ببعض المطارح بالعمل وانت تحت الانظار. يعني معقول كثير يطرق عليك بعض الالتباس وعدم فهم الآخر ببعض المطارح، بس أهم نقطة ما تخالفوا القوانين بهيدا النهار، وخلوا علاقاتكم مع الكل اللي أكبر منكم سناً بتكون منيحة، بتكون أفضل. أما مولود برج السرطان، أكيد أنت يا سلطان الأبراج السعيدة، في تألق، في أخبار مطمئنة بخصوص عمل، بخصوص علاقة عاطفية، بخصوص سفر، بخصوص وراء، بخصوص تجارة، عقود، دراسات، يعني ما شاء الله عليك. بقول لك انه فتره رائعه، فتره للحوارات، فتره للصلاه، للاستجماع، كيواكم من تالي وجديد والامور تمشي قدما. اما مواليد برج الاسد، انت بالابراج اللي اليوم اكيد تتنفس، بصير في عندك لقاءات ومناسبات ومصالحات واهتمام بالبيت بالعائله، شراء عقارات، والامور كلها بتطالك، عم تهتم كثير ببيتك، وعم تهتم ببعض الشؤون بالتامين، الشؤون المالية، شغلة بالك، يمكن يكون عندك مكسب مالي وعم بيطالك السفر. أما مواليد برج العذراء، أنت بالأبراج اللي طاقتك مسحوب شوي، بدنا ننتبه، بدي إياك تعزز علاقاتك كلها، ما تتهور لا بمالك ولا بأفكارك، يعني لازم تكون واعي على كل التفاصيل. أنت عم بتكون من الأشخاص بهذه الفترة عم تفرض رأيك على شركائك بالحياة، ما عم تتحمل كلمة منهم وهن ما عم بيتحملوا كلمة منك، فالأفضل لإلك بهذا النهار تعزز علاقاتك وتكون هادي وما تنتقد حدا، بتمشي الأمور. أما مواليد برج الميزان، أنت من الأبراج اللي اليوم مشغولين بعدة أمور، عندك واجبات عائلية، عندك واجبات عملية، عندك دروس كتير، أفكار تاخدك، أفكار بتجيبك، بتحس حالك ما عم تلحي، ومشغول بالك بأمور، بشي بخص العمل، شي بخص صحتك، صحة أحد المقربين حتى. انتبه اليوم فيك تعمل تغييرات جذرية بحياتك، تطلع من الروتين، تغير بمظهرك، تغير بغذائك، بأكلك، بشربك، والأمور تمشي، بس ريح لحالك من وقت للتاني. أما مواليد برج العقرب، أنتم من الأبراج أكيد المهضومين، المتألقين، الواعدين، يمكن عندك مناسبة سعيدة، فرحة حلوة،
عندك حب ورومانسية طاغية بقلبك، يمكن يكون في عندك حب جديد، وبعض مواليد برج العقرب رح يكونوا متألقين بكافة الأمور من ناحية العاطفة ومن ناحية العمل والمكاسب المالية، وكل الأمور أكيد مريحة. أما مواليد برج القوس، أنت من الأبراج لليوم كأنه في نقاشات بمسائل ومشاكل عالقة بقلب البيت بدك تحلها، عندك مناسبة يمكن، البعض عنده سفر عم بجهز، البعض حدا جاي لعنده، والقوسية بقلكم خليك هيك شوي لين ودبلوماسي مع 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 الاهل، ويمكن يطرأ عليكم بعض التأخيرات والتأجيلات، واذا كان عندكم تعزيل، تنظيف، تجهيز، ديكور، شراء بيت، يعني شراء بعض الاساس للبيت، يمكن يتاخروا عليكم ببعض المطاريح. اما مواليد برج الجدي، انت بالابراج اللي كلك حركه، بكل حركه فيها بركه، حركه، نشاط، همه، اتصالات، لقاءات، سفر، تنقلات، بتشعر برغبة بالتواصل مع الكل، وبتحس حالك انك انت قادر تسيطر على كافة زمام الامور، ما فرقاني معك مولود برج الجدي، انت اليوم مصدر قوة للكل ومصدر ثقة للكل وقائد بتسير اعمالك، واللقاءات كلها بتكون مبنية على التفاهم، ان كان مع اصدقائك، ان كان مع الاحبة، ان كان مع احبابك، مع اخواتك حتى، وتنقلاتك كتير انتبه لي بس بتنقلاتك على الطرقات. اما مواليد برج الدلو، اكيد مولود برج الدلو الامور بتضل مريحة، بعدك ثقتك بنفسك وتطلعاتك حلوة واتصالاتك رائعة ومعنوياتك مرتفعة، ولكن كأنه بده يطرق عليك بعض المصاريف، في مصاريف بدك بيطرق عليك هيك مصروف، بدك تدفع مصاريف، وتير، أغراض لإلك، أغراض لبيتك، بس رح يكون في عندك مكاسب مالية، يمكن تتلقى هدية. وبعض مواليد برج الدلو يمكن يكون في عندهم لقاءات تتعلق بأمور مالية بدهم يناقشوها. أما مواليد برج الحوت، وبحب برج الحوت، أكيد أنتم الأبراج السعيدة، نهار بيحمل لك المفاجآت، القمر عندك وأخيرا، يعني الأمور بتتسارع بشكل واعد إلى الأفضل من ناحية العمل، من ناحية العاطفة، من ناحية التواصل، من ناحية اللقاءات، من ناحية السفر، من ناحية البدايات الجديدة، لأنه كل الأمور بدها تكون لإلك 100%. خلي الابتسامة على وجهك، خليك إيجابي، واستقبل يعني أصلا الأمر لك له من مبارح، غنجوا للأمر لحتى يزيدك من الحظوظ ومن الكفاءات العالية، وأكيد جمالك مضوع عليه اليوم، فالمعجبين بدو يكونوا كتار، وقل لك انطلق بأي انطلاقة، الأمور كلها بتكون لصالحك، وهيك بتكون نهاية الأبراج لهذا النهار، ودايما برجك مع رولا أحلى أكيد.